هحط عندي بصلة مكعبات عشان، وهنا عشان السجق برضو بصلاية مكعبات. خطواتك كده كلها قدامك اهو. والعجينة بتاعتي بدأت تتخدم عندي كويس، 3 دقايق على السرعة الأولى و4 دقايق على السرعة الثانية عشان تفعلي الخميرة وتنشطيها فيها عشان تستمتعي بأحلى عجينة طرية. وخدي بالك فرق بين العجينة الإيطالي بتبقى كريسبي، أما العجينة البيتي بتبقى طرية سبونشي، تبقى طرية سبونشي بأكد لك. عشان كده حطينا زبادي وزيت وبيكنج باودر وسكر. خدي بالك من التركة دي. تمام، ده على عجينتنا بتقول لك يا تريكاته يا تفاصيله وحركاته. اخد العجينه بتاعتي وانا ابص على البصلايه بتاعه اللحمه والبصلايه بتاعه السجق البلدي. البصل بقى شفاف كده، اروح حاطه اللحمه المفرومه، وهنا البصل بقى شفاف للسجق احط نص معلقه ثوم واحورها. وانا بحورها كده اروح جايه واخدة العجينة مكوراها. العجينة لازم تبقى سبونش كده، بص قدامك طرية كده عشان تبقى نص مفتوحة ونص مقفولة. وبعد كده ناخدها ألفها واخدمها بإيديا، وبعد كده أقطعها على 6 حتت أو 8 حتت حسب ما أنت عايزة. قطر الصينية قدامك أهو 28 يا حسني. أروح جاية معفرة سن الدقيق، واخده عجينتي معفراها بسن الدقيق ومريحاها زي ما انت شايف كده قدامك، مريحاها في الطبق ده. وبعد ما تستريح هشكلها كويرات على ما اعمل حشو. القطر بتاع الصينيه بتاعي هو يا حسني 28 سنتي زي ما انت شايف اهو عشان انمح فيه. وارجع للحشو بتاعي، اللحمه عندي خدت ودت مع البصل، وعندي التوم جاهز كده بقى ريحته طلعت عندي. احط كوبايه من السجق البلدي. خطواتك كده كلها قدامك.